السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنجرب حاجة من موقع الدي بي اي اسمها تكست تو ايمج، اللي هو هديله برومت واقول له اعمل لي صورة بالستايل الفلاني، مثلا بالستايل دوت اهو، واقول له جنريت. طبعا ممكن تخش في الاوبشن، لكن احنا عايزين نبدأ نكون صورة وبعد كده نبدأ نشوف الاوبشن بعدين. فعلا عمل لي الصورة في وقت قليل، صورة كويسة تقدر تعمل لها داونلود. دي لو حد شغال انتريو ديزاين يقدر ياخد افكار، ما بقولش ان هو هياخدها كوبي بيست يبعتها للعميل، لكن ياخد منها افكار. ممكن تقول له حسن للصوره لو الصوره عجبتك وعايز حاجه اكثر جوده. هنا الاوبشن بيقول لك ان انت ممكن تختار بقى الشيب نفسه، الابعاد بتاعت الصوره عايزها بالشكل دوت. هنا ممكن تقول له مثلا عايزها بالاشكال ديت، تعال نجربها تبدا الصوره تتكون. هو كده حسن الصورة، تقدر تعملها داونلود تطلع بجودة أفضل. فتظهر معانا بالشكل ده، تقدر تجرب أشكال كتيرة. طبعا عندك استايلات كتيرة تقدر تختارهم، مثلا زي كأن صورة قديمة أو صورة أبيض أسود أو كرتون أو هكذا. تمام، فحطلك الشكل في قلب الصورة.